حالات استثنائية والأمور على تطوير علوم الفضاء والفلك. علوم الفضاء والفلك هي السماء اللي بتجمعنا كلنا، اللي بتوحدنا، اللي كلنا بنحبها. هي السماء الجميلة جدا اللي دائما بتجمعنا، أحيانا تنفرض علينا ظروف استثنائية بتخلينا نعيد تعاملنا مع الظروف بشكل عام، مع كل المعطيات، بحيث نعيد بناء هذا العلم وتطويره. دائما تطوير علوم الفضاء والفلك هو تطوير لمستقبلنا. مستقبلنا مرتبط بعلوم الفضاء والفلك، فإذا حبينا نحن دائما نطور مستقبلنا ونحمي حياتنا على الأرض، لازم دائما نطور علوم الفضاء والفلك. أستروكون فرصة لحتى نجتمع سوا، لحتى نتبادل الآراء والأفكار والمعلومات والخبرات والتجارب، لنصل لتوحيد مثل ما السماء وحدتنا، وحد أفكارنا. طبعاً برجع بقلكم نحن بأستروكون 21 رح نكون متواجدين معكم. دعوة إلكم لحتى تكونوا معنا، كونوا معنا وشاركوا بهذا المؤتمر الهام جدا. هذا المؤتمر اللي رح يجمع مجموعة من المختصين، مجموعة من الخبراء، مجموعة من الهواة. يعني كثير حلو انه حتى يكون في هواة بعلوم الفضاء والفلك. رح يكون في محاضرات، رح يكون في ورشات. انا اطلعت على النسخ السابقة من أستروكون، مؤتمر رائع جدا، لقاء جميل جدا، في كثير حيوية، في شباب، واهم شيء الشباب. وعلوم الفضاء والفلك دائما بحاجة للشباب، فبحاجة تكونوا موجودين بهذا المؤتمر لتشاركوا وتستفيدوا، انتوا تستفيدوا ونحن نستفيد ونتبادل الخبرات سوا. نلتقي بقطر بأستروكون 21.